ولقد رأينا في علمائنا ومشايخنا القدوة في الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله لقد عهدت والدي من بعد صلاة الفجر، كان درسه بعد الفجر وبعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء عقب الفروض الخمسة، ولا يصل البيت إلا مجهدا منهكا، وآتي بعد صلاة العشاء وقد انتهينا من درس العشاء بعد العشاء إلى قرابة ساعة ساعة إلا ربع حتى تغلق أبواب المسجد، ويرجع إلى البيت ماشيا على قدميه. وهذا كله أشهد به لله طيلة العشر سنوات التي صحبته فيها. فكان يمضي إلى البيت فيكون عندي مسائل مهمة وبعضها والله صعب، لا في الفهم لا في التوضيح، فآتيه وأجلس بين يديه وهو منهك متعب، والله لا تغفو عينه ولا يظهر لي الكسل ولا السآمة ولا الملل، وأقسم بالله العظيم أني أعيد عليه المسألة المرة بعد المرة والكرة ما أعرف يوم من أيام أنه تضجر أو سئم أو ملل أو حصل منه سآمة أو ملل. وأذكر رجلا كبيرا في السن لقيني بعد وفاة الوالد فلما عرفني بكى، وكان هذا الرجل من أذكى خلق الله، وكان زميلا لشيخ من المشايخ المعروفين من أهل الحديث ومن الأخيام محسبهم من خيرة أهل العلم، كان هذا زميله، وشاء الله عز وجل أنهم طلب العلم ثم افترق هذا الرجل، ذهب إلى مجال العسكرية وترقى إلى أعلى الرتب، ولكن بقي هذا الشيخ كما هو. فهذا الرجل الذي في مجال العسكرية وجدته بعد ما تقاعد كبيرا في السن يقول جئت إلى حرم النبي صلى الله عليه وسلم من البادية، يقول وكان ذلك الزمان يعني قديم جدا في السبعينات، يقول فلما أتيت بحثت عن أحد أطلب عنها العلم، يقول أنا متعطش حتى لا أعرف كيف أتوضأ وأصلي، وعمري يقول في الثامنة عشرة، فجئت إلى أحد المشايخ يقول لما جئت إليه قلت له يا شيخ أريد أن أتعلم في أمر ديني، فيقول يمكنني ما جئت في الوقت المناسب، فكهرني وقال لي كلاما سيئا، قال ما وجدت أن أعلم إلا أنت وحدك، يقول أنا قلت له أريد أن أتعلم في ديني أريد منك وقت خاص لأني أنا ماني مثل الناس ما أفهم، يعني أحتاج وقتا خاصا أجلس معك تعلمني مسائل ديني. ويقول فزبرني وكهرني، وقد يكون عند الشيخ عذره في هذا، يعني قال ما لقيت عنه وإن كان القول صعب الذي قال له، قال فانكسر خاطري. في اليوم الثاني يقول جئت ووجدت حلقة الوالد بعد العشاء، فجلس معه كان بعد العشاء في شرح سنن النسائي ثم في صحيح مسلم. يقول فلما انتهى الدرس مشيت وراءه وراء الشيخ ومعه الطلاب، يقول حتى وصلت إلى البيت، قل فلما وصلت إلى البيت قال أدخلني البيت، قلت يا شيخ أريد أن أتفقه في أمر دين، قال يلا بسم الله الآن يلا إيش يمنعك ابدأ الآن. وهذه والله ليست تزكية الله، لكن من الأمور كانت مدرسة لي في الصبر على تعليم الناس، لا أعرف أنه يوم من أيام ويقول لي إذا جاء السائل لو كنت نائما فأيقظني، قال لو كنت حتى على طعامي آذني. والله ثم والله أن يأتي الرجل من علية القوم وكانوا يحبونه في المدينة وعيال المدينة يأتون إليه، يأتي الرجل من علية الناس إذا جاء في وقت نوم ما أوقظ له لأنه يريد أن يسلم عليه أو كذا، لكن إذا جاء السائل وتجده ولو كان مرقع الثياب، وهذا شيء أشهد به بين يدي الله، أصعد إليه وأوقظ من النوم لأنه يريد أن يسأل في أمر دينه. ولا أعرف أن يوم من أيام قلت له ترى في سائل تضجر أو سئم أو مل أو تغير وجهه، أبدا يقوم تقول كأنه يعني فرح حياته في هذا العلم. وهذه النماذج نذكرها، وإن كان لنا في النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من هذا كله، لكن حينما نذكر شيئا عشناه إلى عهد قريب تجد أن هذا أبلغ في التأثير. وأذكر الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، ولا أقولها يعني إنما من باب أن هذا الشيء في عصرنا وقريب، جاءه رجل ذات مرة وقال يا شيخ سامحني فإني قد اغتبتك، هذا كان عمري يمكن في الثانية عشرة، فقال رحمه الله أشهدك وأشهد المؤمنين على أنه ليس في قلبي مسلم أي شيء، ولو آذاني ولو سبني فإني مسامع لوجه الله عز وجل. وجاءه رجل وقال فلان يقول فيك كذا، قال لا فلان ما يقول، وهو من ألد أعدائه رحمه الله، قل أبدا فلان ما يقول هذا، يا شيخ فلان يقول فيك، قال أبدا ما يقول ولا يقبل النميمة. قال له يا شيخ يقول، قال قل لك ما يقول، وإذا عندك شيء غير هذا تكلم به ولا قم عني.
ما يقبل لأحد أن يأتي قال فلان قارن. جاءه رجل من أبناء عمومتي وقال يا شيخ ما علمت أنه فلان قذف. قال له يا بني لي في المدينة أكثر من 30 عاما لا أذكر أنني يوما استوقفت رجلا فقلت له بلغني أنك قلت في أو فعلت فيه. لا يفعل هذا أبدا، لا في أمور تخصه في شخصه ولا أمور في، حتى إنه في الديون حتى في معاملته للناس. هذا هو الدين، هذه هي الاستقامة. جاءه رجل وقال له يا شيخ نريد المال حتى نكمل بناء، كان عنده بناء في البيت. فقال يا شيخ أنت لك على الناس عشرات الألوف ومئات الألوف، اكتب لي ورقة إلى أي واحد منهم يعطيني 1000 نكمل بها هذا الشيء. فقال رحمه الله والله لا أعرف في حياتي أني وقفت على رجل لي عليه دين وقلت له أعطني الدين الذي عندك. أبعد أن شابت لحيتي أسأل الناس ديني؟ وتوفي ولم نسأل أحدا دينا له عليه، ولا نعرف حتى الديون التي له رحمه الله. شمائل المسلم، أداب المسلم، أخلاق المسلم، الالتزام ليس أن تقول فقط أني ملتزم، أن تعمل وأن تستقيم لله عز وجل، تقول على وفق الشرع على وفق هواك. فإذا وجدت أذية الناس، إهانة الناس، إذلال الناس لا تعبأ بها. ومما رأيته فيه رحمه الله أنه كان أشجع الناس ولا يعرف الخوف رحمه الله. ولا أقول هذه مجاملة، يعني إذا كان يسير أكثر من 5000 كيلو على قدمه رحمه الله في أدغال مليئة بالحيات وبالسباع، يقول كنت أمر على الأسد فيحرك ذيله لي، والله ما يفتر لساني من تلاوة القرآن، ولا أعرف أنه دخل قلبي خوفا أو رعبا. وأذكر من والدنا رحمة الله عليه وجميع أموات المسلمين أنه قال له رجل ذات يوم يا شيخ إني اغتبتك فسامحني. فقال يا إخوان أشهد الله وأشهدكم أني مسامح لكل مسلم في حقي عليه. والله هذه الكلمة منذ أن سمعتها منه تعلمت خيرا كثيرا، جزاه الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما أي قولا يسلمهم من الإثم. أصلحك الله، هداك الله، الله يهديك. جاء أحد أولاد العمومة قال كنت غضبانا على الشيخ رحمه الله، جئت ووجدته تحت البيت، وأيام زمان كان البيت خارج سور المدينة، وكان الوالد بعد أن انتهى من درس الفجر وخرج من المسجد، كان عنده درس الفجر فخرج يقول فتبعته يحكي لي الشيخ نفسه رحمة الله، رحمهم الله كلهم توفوا. فيقول كنت حانق وكنت غضبانا، والحقيقة يقول أنا الذي كنت مخطئ. فجئت إليه رحمه الله وقد خرج من الدار على طرفها وغضبت وقلت قولا سيئا من أسوأ ما يكون، يعني تكلمت فيه وكذا. يقول وهو يقف يراعي الغنم معزات عنده رحمه الله، يريد على أساس الفطور أن تحلب. يقول فلما انتهيت من السب قال يا فلان احبس المعزة، فاستعان به كأنه رجل من خاصتي وحقيقة ما هو مبالغة. أو يقول والله صفعني صفعة تأدبت منها أدبا بليغا. عجبت وأنا أعرف أنه يستطيع أن يكل لي الكيل من كلالين وأكثر، وأنه ورحمة الله عليه وما يقول فخره بالناس وقوي قوي الشكل، لكن أبدا ما يجاري السفهاء. إذا كنت طالب علم أو عالما لا تنظر الناس إليك أنك فلان ابن فلان وابن، لا تنظر إليك أنك شيخ، تنظر إليك أنك طالب علم حتى تخرج لهم أنوار هذا. يقول فصفعني صفعة تألمت منها ألما شديدا. يقول والله من بعدها أحببته حبا جما، وأصبحت كل ما ألاقيه ما أستطيع أن أضع بصري في وجهه مما حصل من هذه من هذا الموقف. يقول أنا أعلم أنه يستطيع أن يرد علي، وكان رحمه الله ملسنا رحمه الله إذا قال يعرف الجواب، لكن كل هذا من فضل الله على العبد. لا تجاري الجاهلين، واسم بنفسك وطع الله عز وجل وسيتولى الله أمرك ويحسن عاقبتك وذخرك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.